كيفية تنظيف ميكروفون الهاتف باستعمال مواد منزلية وبسيطة متوفرة في كل المنازل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتي. في هذه الحلقة أو هذا الفيديو سوف أريكم الطريقة السهلة والصحيحة من بين كل الطرق لتنظيف فتحة الميكروفون باستعمال مواد منزلية. سوف نحتاج في هذه العملية إلى أنبوب، لا يهم إن كان بلاستيكيا أو معدنيا، المهم أن يكون أنبوبا لنستطيع أن نفخ فيه. سوف نأخذ هذا الجانب في فمنا، والجانب الآخر سوف ترون ماذا سأفعل به. نقوم بنفخ الهواء داخل فتحة الميكروفون لإزالة كل الغبار. نكرر هذه العملية مرة أو مرتين في الأسبوع كي نحافظ على سلامة هاتفنا. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل الجديد.